سلسلة من الإعلانات حول وقف إطلاق نار، منها ما نجح كليا منها ما فشل كليا. اليوم هي المرة الأولى الذي يعلن فيها الجانب الأمريكي والجانب الروسي عن وقف إطلاق النار في منطقة جد استراتيجية، إن كان بالنسبة للنظام، إن كان بالنسبة للمعارضة، وإن كان بالنسبة للجانب الإسرائيلي. نعم طبعا، صباح الخير. أولا هذا الاتفاق أعتقد بأنه سوف يكون ناجح بشكل قطعي، لأن الاتفاق هو جاء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، وجاء بطلب أردني بعد أن حشدت قوات النظام أعداد كبيرة من مقاتليها والميليشيات الموالية لها كحزب الله اللبناني وميليشيات إيرانية وعراقية في المنطقة لشن عملية عسكرية واسعة، وكان هناك الاشتباكات مستمرة وقصف عنيف في محافظة درعا. الأردن تدخلت وطبعا لدى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من أجل الوصول إلى حل، وبالفعل تم الاتفاق على نقاط كثيرة. أعتقد إذا ما نجحت هذه النقاط وأهمها وقف العمليات العسكرية، انسحاب المتقاتلين إلى من جبهات التماس، أيضا تشكيل مجالس محلية منتخبة ذات صلاحيات واسعة، العمل على يعني العمل على البنى التحتية من أجل عودة اللاجئين. أيضا هناك نقطة، من لا يرغب في الاتفاق وهم أقلية جدا من الفصائل يخرجوا إلى منطقة أخرى بسوريا قد تكون إدلب، وسوف تكون في المرحلة الأخرى الحرب من قبل الفصائل على ما يعرف بجيش خالد بن الوليد لإنهاء تواجده في مثلث الجولان المحتل الأردن درعا. أعتقد أن هذا الاتفاق سيكون من أنجح الاتفاقيات في سوريا، لأن لا النظام ولا المعارضة لديهم قرار فيه، هو قرار إقليمي دولي من قبل القوى المؤثرة على النظام وعلى المعارضة، وإذا ما نجح اتفاق درعا سوف يبنى عليه بشكل كبير جدا في مناطق سورية أخرى. وقد نشهد من اتفاق درعا أو اتفاق الجنوب السوري انطلاقة لسوريا الجديدة التي ترسم في واشنطن وموسكو. وهذا ما كنت أود أن أسألك سيد عبد الرحمن، بالسياسة بعيدا عن الأمن وعن الميدانيات، إلى أي مدى اليوم اللاعب الروسي والأمريكي جاد في إيجاد حل لإنهاء الحرب السورية؟ نعم، هناك جدية من قبل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء القتل والاقتتال في سوريا، لأن المجتمع الدولي يعلم بأنه لا يوجد أكثر من الدمار الذي حل في سوريا. الجميع يعلم أن استمرار القتل في سوريا سوف يكلف المجتمع الدولي كثيرا. هم الآن يركزون على تنظيم الدولة الإسلامية. هناك جدية من قبل موسكو وواشنطن للحل في سوريا، وهناك جدية من دول إقليمية للحل في سوريا، وأعتقد بأن الحل في سوريا سوف يكون لمصلحة الشعب السوري. في النهاية سيكون هناك سوريا جديدة قد لا تعجبنا، لأنها سوف تكون مقسمة وفق نفوذ المجتمع الدولي، ولكن أن يعني نتوقف عن إراقة دماء أبناء الشعب السوري وعن الدمار في سوريا هو خير من استمرار القتل والاقتتال في سوريا بسريعة محاربة الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة وتارة بالكيماوي أو غير الكيماوي. شكرا جزيلا لك السيد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، حدثنا عبر الهاتف من كوفنتري. لا تصريحات نارية خلال